بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مع تحدي نقول شوية صعب، اللي فيه جودة أصعب من اللي فيه المسار. تركنا اللي فرجنا شوية نطلعه. يلا هادي اضبط، خذها. لا مو في النص، هنا مكانك، ولا روح من هناك. أزن واجهني. خليك منتبه هناك فوق. ها شوف، ما في واحد اثنين ثلاثة، ارفع يدك قول لهم مع نزول يدي تنطلق. هادي والله وحوش يا ولد، يمين بالله لكم وحوش، ما شاء الله تبارك الله. جيب له واحد هذا لا يطلع لحاله. يلا تعال يا بجيرو، وقفه تفرج هنا، ما في تحرك، الله يرضى عليك. لا انت على قد والله تطرحهم، تعال اسمع كلامي، تعال ما في، انت تيجي بجيرو روح خذ المفتاح. جيب محمد ويجي شروكي مع اللاند، ما شاء الله تبارك الله. تعال هاي لوكس هنا، ما نبغى من هنا. تعال امام الكاميرا، يلا هادي سريع. لا تعد، هادي من غير عد، نزل يدك كذا. هذه تجاربنا يا جماعه الخير. ما نبغى، شوف ايش اللي خر منه هذا يا ولد، ثلج المويه يا دبابة وقتنا يا دبابة. يعني ما نبغى مخاطر، نبغى تحدي، نبغى وناسة. وحش يا ولد، ما شاء الله تبارك الله. معليش يا لان، انت لو سحبت الفرد يا لان كان طلعت، بس انت ما تقدر تسحب الفرد فلا يستطيع. جيب اللاند اللاند اللاند، ويجي الباجير مع الفورشينر. ابو حديده يتقدم بكل هدوء، وحسان مكرونه. ابو حديده راح فيها، ابو حديده ويلك جاك النداوي يا سلطان، جيب له النداوي، جيب له النداوي، ما قدر يطلع. وحتى يا ويلكم والله يا سلطان، بالمسطرة جالس. تم القبض على تاجر الشاي. ما تقهوى شاهي، ما تقهوى شاهي العصرية اليوم، ما قيل. وقال ان الداوي يجيبوا لي تيوتا. مو يوم كان الداوي، مو يوم كان الداوي، خليه يجرب مع هذا. ان الدو قال والله لازم تيجي من الخط الثاني، انا اجرب معاك. يلا ارجع ابو خالد. ويجي يا ابو ايمن، ما شاء الله تبارك الله. طاح ابو ايمن، تعذر ابو ايمن. ما في عدد يا هادي، يدك تنزل بس، لان ما تعد بعضهم يطلق في اثنين، زي واحد راح يباتر الابيض. لا وين وين وين، مو موضوع.
كفو يا الداوي ما شاء الله تبارك الله. طبعا الطلعة من هنا يا جماعة الخير مؤادية الجمهور عشان يطلع بس للستيج هذا ياخذ مسافة. ها شفت شلون؟ لبن مكسور جابه من التشليح ب 200 ريال هذوك نيزان. يلا يا ابو بدر، ابو بدر جيب موترك تعال. ما يعلق امشي احسن، يعني احسن من الفرد يعني، ما كله معلق. يلا اخلص. يلا يا ابو بدر. هاي استلم، لسه بينسم ذا. جيب لي الرنجلر الاحمر هذا. ناصر ماني شايفكم انا هنا ولا واحد. ويتقدم ابو خالد ويستعد ويقول هل من منافس؟ جاء اللاد لكن ما يستطيع اللاد ان ياتي. والله لما اطلع من هنا هم حايسين فيه، بس يعني انت دحين هناك دحين الاختبار سنه اولى، حتى تعدي ثانويه وتعدي المصاعب هذه كلها ودراسه عن بعد، زين تجي التخرج. يلا جيب له واحد. الهواء مليان يا جماعه، ترى احنا نسوي مسابقه من هنا ليش لا؟ هم طلعوا هنا الحين. خلاص يلا روح قول له. روح ابو خالد. ابو خالد. ما حد يخافوا منك. هاي استلم. اعطيه مجال يرجع من ورا. لا طلع جيمس، طلع جيمس وخره. وطلع الرنجلر بس ما اعرف ايش السالفه، الموضوع انك توقف هنا وتشد مع خوينا. يلا يا ديماكس. رجع هذا وين قاعد جاي ذا؟ يلا معي يدي. نايم ابو عم. ترى يا جماعة الخير يعني الحين لما تشوفون واحد انطلق وهذا انفكت اللوحة حقته، شوف اللوحة حقته انفكت ذا. إذا شفتم احنا بنعطي إشارة، فاللي ما يقوم مع الإشارة هذا مشكلته مشكلة. طول عز يا ابو الوليد. ما مو طويل. والله ما ادري عنهم، خايفين هنا يتصورون ولا ايش. فهي اشاره، اذا ما ينتبه السايق ترى هذا مو مشكلتنا، مشكلته هو يعني. الان المشكله يا جماعه الخير انه من تحت هنا مو قادرين يطلعون. جاب له مكان ابو فيصل نكبوا فيه. يلا طلع بدر ما شاء الله. طبعا جايين كلهم مو منسمين يا جماعه الخير. يلا يا سلطان. والله ما ادري انت يعني سحبت البشريه. وحش ما شاء الله. تعادل تعادلوا وتعادلوا مع بعض. ويجي السياره بعد ما نسم كفراته. اطلع اطلع. اعطينا مسافة وهذا اعطينا مسافة، يعني على اساس نوع من التعادل. ما شاء الله تبارك الله. طبعا هو يبغى يقدم هنا، قال عشان انا ما ابغى وجه السيارة يطلع.
كفو ما شاء الله تبارك الله. يا خلو قدامنا ما عليه. والله انك وحش يا ولد، والله العظيم انك وحش وحش ما شاء الله تبارك الله. بالله طلعوا لي برق هذا المغرز. يا ابو نايف اطلع يا ابو نايف. وكل السكر الابيض فيه مثقل عليه. يجي بيالي بالله سلطان، سلطان ابغى كذا نزل وجيههم تحت. اما سنه اولى ذا يروحون بيوتهم الله يرضى عليك. هذا الكلام مو مضبوط. انزل يا ميالي قدم قدام، قدم قدم زي الناس ما هم مشكله، بس كلكم مع بعض روح عنده، جر هذا قدام شوي، جيبوا عن صندوق الشاي ذا. يا ويلك ما شافك النداوي. يلا بسم الله. ها برد. يلا يلا. هل هناك منبر؟ وتم القبض عليه بكل فخر. استكرات مثقلة صدقني صدقني، انا قلت له من اول اسحب اسحب استكرات. لا معاملة وزن. اي اي استكرات ثقيلة يعني، عارف لو 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 ركب استكر واد بحر كان احتمال يكون في هناك اختلاف. يلا سلطان زي سلطان، سلطان وجيهم تحت. ابو نايف شيل السكر. ابو نايف والله بس انزل قدام الرنجلر، انزل قدام. هذا مقطع خاص برنجلر. جيب الثاني قدام. يا سلطان كلم اللي يسوقون الاثنين قول لهم مع يدي عشان ابغاهم ينطلقون سوا. بس ايش في فوق. يلا بسم الله. غيروا السواق، غيروا السواق. برا برا ثاني 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 ثاني. بس 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 خليك من هنا مع يده بالله. والله طلع اصوات. لا ما انتبه للاشاره، ما قاموا مع بعض. ما عليك ولا يهمك يا حبيبي. انا من لما سمعت طن 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 عرفت انه خلاص نوى فكت. ها قدمهم قدمهم. انا ماني عارف خايفين ينزلون قدام ليه. بالعكس من قدام اسهل. والله تكشف سيارتك صح. من قدام اسهل، من قدام اسهل. 1.95 1.91 البنزين يفرق. هوية عليك يا ابو خالد معليش هوية. والله جمال. يلا روح انت من هنا، يلا اطلع من عندك. لا اطلع من هنا. مع مين؟ ما في زميل. ما طلعوا الزملاء هنا كلهم طايحين تحت. هيا برق هيا. يلا يا ناصر يلا روح. ما شاء الله تبارك الله. تعال تعال لا اطلع لحالك. تعال واحد يجي واحد يجي.
طبعا في كثير يسألون من الرياض من القصيم من المناطق الاخرى انتم شلون تطلعون في الصيف كذا؟ يا جماعه الخير زي ذا الوقت الجو جدا طبيعي، يعني حراره الان ممكن اقول 32 تقريبا 35 لو كثره بالليل، طبعا تقل شوي، لكن من الساعه 3 العصر وشيء زي كذا طبعا تكون اكثر. يا الله واضح واضح والله واضح ان اليسار هناك اخف شوي، مستحيل نلقى هنا ما مشكله الشباب اللي واقفين هنا ما الله بالله. والان الحوض اليسار يقول ايوه كذا صح، ايوه كذا صح، خلي الثاني ينزل معاه جنبه، الثاني ينزل معاه في نفس النزله. سلطان سلطان قربوا قربوا هنا جنبه عشان نفس النزله. هذا سلطان ريان وزنية الشباب كل واحد خايف من التقديم شوي. طلع اللي وراك النيسان قدمه يا سلطان. كفو والله. هلا ابو شوق حياك الله. هلا والله. انا اشوف. بس خلاص. كفو. كفو. ما نجيب احد احنا هنا حبيبي. كفو. يا راعي السيارة من الأول أنا ما أدري شو أسوي. يا أبوي أروح صدام وراعي السيارة. لا طلع من تحت تجهيز السيارات من تحت ترى مو سهل. جي إم سي ذاك داخل عليها. بس. خلي جاهز في سيارة تحت، في سيارة خلي يطلع معه. لا معليش هذاك أعطيه طول شوية. عطيه يلا يلا روح. بس خلوا لين يجي خويه.